السلام عليكم الغزالات، فكنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وقاكم هذا الفيديو في احسن احوال. على بركه الله، اليوم غادي نتكلموا على واحد القصه ديال خديجه اللي كانت باغا تزوج، كانت ملهوفه على الزواج، ولكن للاسف تحولت حياتها بواحد الطريقه اللي هي عجيبه، تبدلت حياتها 360 درجه. نبداو على بركه الله القصه ديال خديجه اللي كانت في واحد الدوار اللي كانت حياتها بسيطه وعاديه، كانت باغا تزوج كأي بنت يعني في هذاك العهد ديال البنات كانوا ملهوفين على الزواج، يعني ضروري خاص البنت تزوج وخاصها دير وليداتها ودير حياتها. هكا كانت خديجة. ايوا من بعد كانوا كيجوها الخطاب ولكن ما كيكملش ليها الله، ما كييسرش ليها الله، ما كتيسرش ليها الامور، وكتفسخ الخطوبة وعادي. ولكن امها كانت باغا تزوجها، هي كانت باغا تزوج، يعني علي عندها ديك الرغبه ديال الزواج بقات. وحتى لواحد النهار قالت ليها خالتها راه كاين واحد الساحر اللي خدم ليها راه كتزوج. وصافي امها زعمات وبغات مع ملهوفه على انها بنتها تشوفها، صافي بغاتها تزوج، ملهوفه على الزواج. وصافي مشات امها زعمات ومشات، ولكن البنت خديجة خايفة وخاكك في الداخل ديالها شي حاجة مقلقها، بحال ما راضياش على ديك الطريق اللي كانت باغا تشد امها وخالتها وهي. ولكن وخاكك زعماتها امها وخالتها قالوا ليها لا خاصك تمشي معنا، وفعلا مشات معهم وزعمات ومشاو عند الساحر. مهم وشاف ليهم وقال ليهم الا كنتو باغيين البنت تزوج خاصكم تشوفوا لي، شوفوا العريس اللي بغات في الدوار، يعني شوفوا العريس اللي بغات في الدوار وجيبوا لي سميتو وجيو عندي. داكشي اللي داروا، مشاو هما للدار وقلبوا وشافوا العريس اللي هي كتشوفو مناسب ليها، ورجعوا عند الساحر وقالوا لي حنا بغينا فلان والفلان. صافي، ولكن الساحر شنو دار؟ قال لهم صافي غادي تمشوا واحد السيمانه وترجعوا. داكشي اللي داروا، مشاو سيمانه ورجعوا، رجعوا عنده قال لهم صافي يعني الامور ديالكم راه تقادت مزيان، ولكن كان واحد الشرط اللي هو خاصكم تشرو جوج الفساتين، يعني جوج قفاطن، واحد تدوه معكم، واحد غتخليوه لي انا نخدم عليه. وهنا خديجة فسمعت بلي راها غادي تزوج، فرحات ما قدتهاش فرحة، فرحات فواحد الفرحة اللي هي كبيرة ما قدتها فرحة. ومشاو كيوجدو، مشاو جابو دوك الفساتين، وصافي من بعد داو الساحر وخدم عليه. وهما صافي قال لهم الساحر صافي غير سيرو وجدو العرس، راه العرس صافي غادي يكون هاد السيمانة هادي غادي يكون. صافي مشاو هما كيوجدو العرس وكيقادو وكل شيء. من بعد جاو عند الساحر عيط عليهم وقال لهم بلي راه غادي هاد الفستان هذا غادي تدوه للمقبره الجد ديال داك العريس. فين غادي تدفنوه؟ يعني غادي تدفنوه في داك القبر ديال جد داك العريس. وقالت ليها مات خديجه بلي حنا ما عرفناش فين جا القبر ديال. قال لهم ما عليكم، انا غادي نوريكم فين جا القبر ديال داك العريس، انا غادي نصيفط معكم السيد وغادي يعاونكم حتى تحفروا في القبر تما، وغادي تدفنوا داك الفستان وغادي تمشيو. وتما الخلعه اللي كاينه في خديجه ما قدتهاش خلعه، يعني خلعه واحد الخلعه اللي هي كبيره، ما قد يعني واحد الحاجه اللي هي مرعبه ما تصورتهاش في حياتها ديرها، ولا حتى دير ديك الخطوه ما بغاتش. ولكن للاسف ما عندهاش باقي فين ترجع. صافي خالتها وامها صروا عليها بانها تكمل هذيك الطريق، خصوصا ان القضيه فيها الزواج، يعني خاصها تزوج. صافي وصل السن تاع انها تزوج. ايوا صافي مشات زعموها ومشات، ولكن للمشكل انه هي اللي خاصها تدفن هذاك القفطان. وفعلا زعمات ودفناتو ومشاو هما. صافي ولكن الساحر هنا قال لهم بلي نهار يجيكم الخطبة ديال داك السيد خاصكم داك النهار بالليل تمشيو تحيدو القفطان، الا ما حيدتوه راه غتوقع شي حاجة اللي هي كارثية، وغادي تشوفوا يعني بحال حليتو الباب ديال جهنم بيديكم، يعني ما تقدروش من بعد باقي تحيدوه. وصافي
وما مشاو، بقاو كيتسناو ديك السيمانه كامله تقريبا اللي قال لهم بلي راه غادي تخطف هذيك السيمانه. صافي بقاو كيتسناو نهار على اخو نهار على اخو، والام ديال خديجه ملهوفه ان نهار غادي تجي غادي يجي داك السيد باش يخطبها. وفعلا جات عندهم شي جارتهم وقالت لهم بلي راه فلان بغى يهدوي معكم على اساس يعني على قبل بنتكم ويشوفكم. وفعلا فرحوا، وكان نفس الشخص، وجاو الناس وهضروا كل شيء وصافي. كتعاود خديجة بأن الأمور كانت عادية جدا، يعني ما فيهاش لا عسر لا حتى شي حاجة، ودازت الخطبة مزيانة وكل شيء اتفقوا وعادي، ما كانت حتى شي عكوسات ولا شي حاجة، كل شيء تيسرات. إيوا صافي، هما نساو القفطان بلي راه خاصهم يحيدوه من القبر كما كان قال لهم الساحر، يعني في نفس داك النهار. سوي حتى من بعد هضرات الام ديال خديجه للساحر وقالت ليه بلي راه نسينا القفطان. قال لهم صافي مسوه، صافي راه ما تقدريش مازال تجبتيه، الا مشيتي تجبتيه راه تحلي عليك باب ديال جهنم. صافي خديجه داز العرس وداز كل شيء ومشات لدارها وفرحانه بحياتها وعادي. ما جات الدوز سيامات حتى بدات خديجة كتخيل شي أمور لي غريبة في الدار، وكانت نفسيتها ما مرتاحاش، وخا مزوجة وخا هذا ما مرتاحاش نهائيا. وبدات كتخيل شي واحد لابس هذاك القفطان معها في الدار، وكيجو دوك ال كتتخيل في الدار هذاك القفطان، كتخيل شي واحد كاش شي واحد كيهمس ليها في ودنيها شي. صافي ما بقاتش مرتاحة حتى راجلها حس بيها وقال لها شنو كاين شنو المشكل اللي عندك، ولكن ما عطاتوش راس الخيط. قالت لي والو، وخافت من الفضيحه، وخصوصا ان الساحر شنو قال لهم. قال لهم بلي راه داك القفطان راه مكتوبه فيه، يعني الا مشى شي حد جبدو من غيركم راه مكتوبه فيه السميه ديال العريس وسميه خديجه، وغيعرفوكم الناس كاملين ديال الدوار بلي راه نتوما سحره، يعني راه سحرتو ليه. ايوا صافي، تما خديجة صافي خافت بزاف. صافي وخا جا هذاك الرعب تاع انه كتخيل داكشي ديال القفطان هذا، صبرت ما قدرتش باقي تصبر، وعيطات لامها وقالت عليها، قالت ليها امي شنو كيوقع لي. والام فسمعات بنتها بانها كاينه في هذيك الحاله، مشات صافي قالت لها اليوم غادي نمشي للقبر وغادي نجبد هذاك القفطان. وفعلا مشات، بقات خديجه كتتصل بخالتها وكتقول لها امي واش جات، واش جات من المقبره. كتقول لها لا مازال، وصل الفجر وما جاتش نهائيا ما جاتش. صافي تما تخلعات خديجه عليها خايبه، لان خصوصا ان الساحر حذرهم قال لهم الا باقي مشيتو حليتوه راه غتحلوا عليكم باب ديال جهنم. ايوا في الصباح كانت الفاجعه اللي هي خايبه بزاف، انه لقاو الام ديالها توفات وفي يديها القفطان، وفعلا القفطان كان مكتوب فيه السميه ديال خديجه والسميه ديال العريس، والناس كاملين ديال الدوار تهمهم بلي هما سحره بانهم كيستعملوا الشعوذه وهادشي وتشوهوا، والسمعه ديالهم خيابت. وهي طلقات في هذيك الليله، طلقات مازال ما بقاش عند داك الراجل. خواتاتها كانوا كيقراو، من بعد بداو كيسمعوا الهضره من عند البنات اللي كيقراو معاهم. من بعد خرجوا من المدرسه، ولكن خديجه شنو دارت هنايا؟ قطعات العلاقه مع خالتها نهائيا، ما بقاتش صافي كتشوفها. صافي ماماها راه توفات، اخوتها بقاو بلا قرايه، تايت في الاخير حاولت انها ترجعهم القرايه لان عرفت بان الجهل اللي وصلهم لهاد الحاله. فكتعاود خديجه بانها وصلت للسن 50 عام وما وباقي مازال بلا زواج. اختها الصغيره اللي متقي الله سبحانه وتعالى وشدت طريق الله سبحانه وتعالى وعاتب اللي راه السحر ما كيوصلش لحتى شي نتيجه، فهي تزوجات وعندها وليدات. قال موسى عليه السلام ما جئتم به السحر ان الله سيبطله، ان الله لا يصلح عمل المفسدين. ومن قوله سبحانه وتعالى فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. ما تنسوش تخلوا لي إعجاب الفيديو
وتشاركوا في القناة اللي عجبتكم، وكذلك تشاركوا الفيديو مع الأصدقاء باش هذه القصة هذه نخلوها تكون عبرة للناس اللي شادين هذيك الطريق ديال السحر، وتكون سبب ديال الرجوع ديالهم الطريق ديال الله سبحانه وتعالى.